السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعزي الأمة الإسلامية والمراجع العظام وكل الأحرار في العالم والشرفاء باستشهاد سيد المقاومة وقائدها ورمز بطولاتها التي تحققت طيلة هذه العقود. أعزي حزب الله، حزب الكرامة والإباء، وأعزي أبناء المقاومة الإسلامية في كل أنحاء العالم باستشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. ومستمرون معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المباشرة من قناة الأيام الفضائية، وينضم إلي في هذه التغطية مجموعة من المحللين والباحثين السياسيين وأصحاب الاختصاص. أرحب بضيفي الأستاذ علي السباهي الخبير الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ علي. أهلا بك أستاذ. وأيضا من المفروض أن ينضم إلينا الأستاذ محمد الربيعي الخبير الأمني الاستراتيجي، وأيضا سيكون معنا من سوريا عبر سكايب السيد ملاذ المقداد الباحث بالشأن السياسي. فأهلا بكم جميعا. أبدأ معك يا سيد علي السباهي، يعني بداية كيف تلقيتم خبر استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام؟ نعم. لحزب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك السادة العزيز وبقناتكم الموقرة وجمهوركم. حقيقة هي فاجعة كبرى بالنسبة يعني العالم الإسلامي، وحقيقة نعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل. وحقيقة تعودنا على موضوع الاغتيالات التي تنتهجه يعني الكيان الصهيوني الغاصب، سلسلة من الاغتيالات، لكن أنه يختارون شخصا معينا هو قائدا ثوريا يخرج بدلا عنه قادة من المقاومة، وهذا ما تعودنا عليه. اليوم حقيقة المعركة معركة وجود، معركة واضحة يعني، وهذا ما أشار إليه بلينكن عندما زار تل أبيب وقال لهم جئتكم لست كوزير للخارجية الأمريكي، لكن جئتكم كيهوديا. إذن هي معركة وجود. اليوم جميع الأوراق سوف تستخدم بالنسبة للمقاومة في حزب الله. يجب أن يكون الثأر على مستوى العملية التي قام بها يعني أعداء الله، أعداء الأمة العربية المخلصة، الشعوب الحرة. يجب أن يكون الرد قاسيا ومدويا، لكن حقيقة في هذه خضم هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المقاومة يجب أن تكون هنالك بعض الترتيب للأوراق ولو لوقت بسيط، ومن ثم يتم تنظيم الأمور من جديد وبشكل ترتيب بشكل تنظيمي، ومن ثم تنطلق المقاومة لاستكمال عمليات الجهاد. طيب، بافتقاد مثل هكذا شخصية عظيمة، نعم، شخصية السيد حسن نصر الله، هل تعتقد أن هنالك انكسارا كبيرا حصل في حزب الله، أم هي دعوة للإصرار والمواصلة للجهاد؟ بالطبع مثل ما تفضلت حضرتك، يعني مثل هكذا شخصية جهادية يعني صار لها عقود من الزمن رادوا ينالون شعر من السيد حسن نصر الله مدى تلك العقود، ولكن سبحان الله كان اليوم يعني استجاب لنداء ربه، ذهب شهيدا. أكيد حجم يعني المعاناة كبيرة ستكون، لكن أنا أعتقد أن هنالك خط سير واضح وبرنامج واضح ينتهجه يعني أبناء المقاومة، وخصوصا يعني وحدة الساحات التي نعرفها جميعا أثبتت وجودها وأثبتت يعني غرفة العملية العسكرية الواحدة اللي تنضم إليها جميع يعني المحاور المقاومة. كل هذه أنا أعتقد هي ستكون دافع قوي لأن تثبت لروح الشهيد أحقية القضية الفلسطينية من جهة، وأحقية أيضا هناك اليوم تثار من قبل الإعلام خصوصا الإعلام المعادي أنه يستقطع ويتجزئ موضوع لبنان عن موضوع غزة، وهذا حقيقة خطأ فادح. القضية هي قضية واحدة، هي معركة طوفان الأقصى، وقضية فلسطين وقضية لبنان هي قضية واحدة. لذلك أنا أعتقد أن الخسارة بالفعل كما تفضلت هي كبيرة وهي ثلمة في الدين الإسلامي، لكن رجال المقاومة لهم استراتيجيتهم الخاصة ولهم يعني أمثلة كانت في السابق، كما فقد الشهيد إسماعيل غنية هنالك من حل بعده إسماعيل هنية عفوا هنالك من حل بعده القائد السنوار كما تعلم، أيضا فؤاد شكر الذي استشهد حل بعده، يعني المقاومة ولادة حقيقة بالقائد. طيب سيدي الكريم، ونحن نمر بظروف أكثر من محزنة،
نعم. نتيجة التعلق بهذه الشخصية الغير اعتيادية بالطبع، والتالية التي تعلقت بها أجيال كثيرة، تمسكت بأفكارها، نعم، البناءة، أفكارها، نعم، التي تدعو إلى الوحدة وتدعو إلى حفظ كرامة الأوطان. هناك من سيركز على الخطاب الإعلامي الانهزامي، نعم، ويركز على تفتيت، نعم، من قوة وثبات أبناء المقاومة. هذا ما لاحظناه من خلال الإعلام الأصفر، الإعلام الموجه ضد أبناء المقاومة وضد من يؤمنون بالقضية الفلسطينية حقيقة. وهذا الإعلام أنا أعتقد يعني هنالك إعلام يواجه الإعلام الأصفر والإعلام اللي خاص بالمقاومة، هنالك حقيقة تأكيد الفترة يعني التي تلت 7 أكتوبر وتلت معركة طوفان الأقصى، هنالك التأكيد على موضوع الإعلام بالنسبة للمقاومة أن يكون إعلاما حيويا نشطا. وبالفعل كانت هنالك مقاطع لحركات ونشاط العمليات العسكرية من حركة حماس، كتاب عز الدين، هنالك يعني أشبه ما يكون داخل الميدان وضمن الواقع تبث صورا حقيقية ومقاطع فيديو حقيقية تضرب الإعلام الأصفر وما يقوم به في شل حركة المقاومة، وهذا بعيد عن كل البعد عن الحسبان. حتى معركة الوعي والثبات تحتاج إلى وعي في كيفية التعامل بالخطاب الإعلامي، نعم، سيما وأننا يعني تهاجمنا أكثر من جهة إعلامية ناطقة باللغة العبرية، وكذلك مع الأسف مؤيدة لها من القنوات العربية تنطق باللغة العربية. نعم نعم، هذا ما لاحظناه بعض القنوات العربية اللي تعرف حضرتك العربية والجزيرة والحدث وهذه القنوات المتشابهة في الأيديولوجيات التي تعطى لها وفي ما تسيرها من يعني جهات خارجية أكيد. هي أيضا مطبعة، يعني نحن نعلم أنه الكثير من القنوات هي تعمل بالضد من القضية الفلسطينية وتعمل بالضد من يعني المحور الذي يقود العملية المقاومة بالطبع. عندما خرج نتنياهو في مجلس الأمن وأشار إلى خريطتين، الخريطة السوداء كما أشار لها وعبر عنها هي إيران والعراق وسوريا وفلسطين واليمن ولبنان، وحقيقة أشار إلى الخارطة الخضراء اللي هي السعودية المطبعة وقطر المطبعة والأردن. اليوم إحنا أكو مشكلة كبيرة يعني حتى في المنافذ الحدودية لدخول مساعدات إلى فلسطين، لاحظنا هنالك ضغط على ملك الأردن ويغلق المنفذ اللي خاص به على مرورا بفلسطين، هنالك ضغط على السيسي أيضا رئيس مصر، هذه الأنظمة بائسة حقيقة بتصرفاتها، هي لا فقط تطبع لا لكن هي تعمل بالضد وتساعد على يعني تساعد العدو الصهيوني الغاصب على النيل من القضية الفلسطينية ك يعني تفجيرات كتدمير الأطفال والنساء العزل حقيقة، يعني أنت تصل إلى 150,000 اليوم شهيد و 140,000 جريح، أي من إبادة جماعية يعني في التاريخ في العصر الحديث، هنالك حقيقة مشكلة كبيرة يقف العالم أمامها صامتا لا حراك له. هذه الحكومات برأيك ألا تخشى من شعوبها؟ حقيقة الشعوب الحرة خرجت وهتفت وطالبت بأشياء كثيرة، لكن الأنظمة التعسفية كانت لها اعتقالات وكان لها يعني تعامل سلبي وقوي اتجاه شعوبها، لذلك يحتاج للشعوب أيضا نهضة. من خلال سؤالكم حقيقة يحتاج نهضة للشعوب أن تغير الأنظمة التي يعني ترأسها، هذه الأنظمة يعني التي ترتمي بأحضان الكيان الصهيوني الغاصب وأفعالها كثيرة. فحقيقة موضوع الشعوب الحرة إذا كان شعوب تخص الوطن العربي أو إذا كان شعوب أوروبية، شعوب حتى في أمريكا خرجت ضد ما يقوم به يعني نتنياهو من إجرام. إذا تحدثنا عن الشعوب العربية، لماذا هي بهذا الخنوع وهذا السكوت لا تتكلم؟ يعني نرى تظاهرات هنا ضعيفة خجولة هناك وخجولة هنا وبائسة هناك، وبالتالي لماذا هذا الضعف الكبير الذي تعاني منه الأمة؟ أنا أعتقد سبب ضعف التظاهرات لا توجد لها قيادات يعني حكيمة بهذا المستوى. لو كانت هذه التظاهرات ترأسها قيادات هي من تقودها نحو النيل من النظام الدكتاتوري في أي دولة من الدول العربية لكانت الصورة مختلفة الآن، لكن هي التظاهرات بكثرتها بعض المرات تصل إلى آلاف مئات الآلاف، لكن تفقد إلى القيادات حقيقة لتقودها إلى التظاهر
والتغيير الشامل ضد النظام الدكتاتوري. بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، هل تعتقد أن هنالك تغير، سيكون هناك تغير في خطاب المقاومة؟ البعض من يشير إلى الصبر الاستراتيجي، يعني احنا في اللقاءات السابقة بعض المحللين أشار إلى أنه سيكون هناك صبر استراتيجي. أنا أعتقد موضوع الصبر الاستراتيجي وما يقال من الخطأ يعني الفادح، يعني أنك تخسر مثل هذه الشخصية الهامة المؤثرة في المقاومة والمؤثرة في خارج نطاق المقاومة، وأنك تقدم صبرا استراتيجيا وصمتا. أنا أعتقد أنه ستكون هنالك بعض ترتيب للأوراق داخل المقاومة، خصوصا في حزب الله. حزب الله يمتلك ترسانة عسكرية، والمشكلة في ذلك أن هنالك جسر بري يعني من الجمهورية الإسلامية في إيران إلى محاور المقاومة، وإلى الآن أمريكا بأقمارها الاصطناعية بالتكنولوجيا الحديثة لم تكتشف إلى الآن الجسر البري. إذن المقاومة في حزب الله والمقاومة في جميع الأطراف في وحدة الساحات تمتلك من الأسلحة العسكرية، من الخبرات العسكرية، لكن هنالك حقيقة تباين ما بين التكنولوجيا، وهذا ما يعني قالته قيادات في حزب الله قبل أيام عندما ضرب البيجر وضرب اللاسلكي، وحتى الحرس الثوري كانت هناك تصريحات أن هنالك ضعف، هذا الضعف يجب أن يعالج، هذا الخرق الأمني يجب أن يعالج. وما تسبب أيضا من ضمن الخرق الأمني أنه أننا فقدنا اليوم شخصية عظيمة. ومن ستكون البديل لهذه الشخصية؟ موجود البديل حقيقة، تعودنا يعني دائما المقاومة ولادة، وأنك يعني اليوم الجهة المعادية الكيان الصهيوني الغاصب نتنياهو عام كامل منذ معركة طوفان الأقصى لم يحقق أي انتصار، وفشله أدى به إلى أن ينسحب من فلسطين ويذهب إلى لبنان ليحقق نصرا، هذا يعتبره لهم نصر، لكن أنا أعتقد هذا النصر لن يدوم. حتى مع استشهاد لحظات استشهاد السيد حسن نصر الله رحمه الله، رشقات صاروخية موجودة، طائرات مسيرة موجودة، يعني لم تقف المقاومة في حزب الله على موضوع استشهاد، بالعكس هي مستمرة، وأنا أعتقد الأيام القادمة ستزيد من عملية الرشقات الصاروخ ومن عملية التنويع العسكري. وبالتالي أفهم من كلامك أنه جبهة الشمال ستكون مستعرة. بالطبع بالطبع، هي لن تسكت أبدا وستزداد يوما بعد يوم. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي من بيروت السيد حسين سلامة. سيد حسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعزيكم سيد الكريم وأعزي نفسي والأمة الإسلامية والمراجع العظام وكل إنسان شريف ومقاوم بما حصل. حقيقة يعني لا نستطيع التعبير ولا نعرف ما هي الكلمات التي تفي هذا الرجل، ولكن عزاؤنا أن نسير على درب هذا الرجل السيد حسن نصر الله، الذي أكد وفي كل مرة بأنه رجل الانتصارات ورجل الحكمة والمواقف. كيف تعلق؟ يعني سمحت السيد حسن نصر الله من مؤسسي حزب الله من بداياته، من خطواته الأولى في العام 1982، وفي الحقيقة هو تربى في المقاومة على يد سماحة السيد الشهيد عباس الموسوي، كان أستاذه في الحوزة وكان يعني مثاله الأعلى، واحترف القيادة لفترة 30 عام، يعني فترة طويلة، وهو بحد ذاته لديه مقومات القيادة. يعني كل من عرفه قبل أن يلتحق، يعني منذ كان في الحوزة العلمية في العراق كان مشروع قيادي بتقدير أساتذته، لأنه هو سبحان الله تكوينه في هذا التكوين، إن لله في خلقه شؤون، وهو يعني خط في هذه المقاومة تابع خط السيد عباس الموسوي، وقدم ما لديه من كاريزما، من شخصية، من عقل، من مشاعر. هو الرجل الرحوم الرؤوف العطوف القاسي على الأعداء، المتسامح مع الخصوم، والمحب للمجاهدين وللقيادات وللأخوة المجاهدين، الباكي على الشهداء
قادة ومجاهدين أفراد. يعني هذا الرجل في الحقيقة كان أمة، هو رجل الأمة. يعني أنا باعتقادي هو رجل الأمة كميدان وكنضال وكمدافع عن الحقوق وعن الإسلام وعن هم الأمة الإسلامية، يحمل هذا الهم الكبير. وخلال 30 سنة يعني أنا أستغرب أنه بقي حياً رغم كل هذه المتاعب التي حملها والهموم التي يعني تذيب القلوب، ولكنه بقي صامدا وبقي شامخا وبقي منتصرا. هلا يعني باعتقادي رحمة الله عليه ورضوان الله عليه ارتحل عنا، ولكنه باق كفكرة وباق كقيادة وباق كخط وكاستراتيجية وكالتزامات، وأفسح المجال لكل التكتيك الذي يمكن أن يخدم مسيرة هذه المقاومة. طيب سيد حسين، إذا كان السيد حسن نصر الله باقي كفكرة وكموقف وكنهج وكمبدأ، ما الذي يتطلب من أبناء المقاومة فعله في هذه الفترة؟ نعم، تسمعني سيد حسين؟ هلا عم بسمعك. نعم تفضل. يعني ما سمعت السؤال بس هلا اسمع. اذا كان السيد حسن نصر الله متمسكين به كفكرة ومنهجا وموقفا ومبدأ وكل قيم النبل والفروسية والشجاعة والإباء، ما المطلوب من أبناء المقاومة الآن في هذا الظرف بالتحديد؟ لك يعني عندما اغتيل الشهيد عباس الموسوي، السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه، أصيبت العالم بانتكاسة، أنه كان يملأ الموقع والقيادة، وكان مجرب وصاحب خبرة، وشعرت الناس بأنها تيقتمت. وإذ جاء رجل، يعني ولا كل الرجال، يبدو وقد يكون الإسرائيلي ندم على أن وصل السيد حسن نصر الله إلى سدة قيادة حزب الله، لأنه اليوم ترك فينا العلم عسكريا ودينيا، وهو مؤدب ومرشد وداعية، وهو مقاتل ومقاوم، ويبحث في الاستراتيجية، يناقش القيادات العسكرية بالخطط الاستراتيجية والتكتيكية، ويتوقف عن كل تفصيل عسكري. كان إلى هذه الدرجة. ولكن القيادة المقاومة في لبنان الآن فيها قيادات كثيرة وفيها شباب، وفي هذه المقاومة روح السيد حسن نصر الله. كل شخص في هذه المقاومة الآن يحمل روح السيد حسن نصر الله، يحمل رؤيته، يحمل تفكيره، حركاته، خطابه، مواقع الألفاظ عنده، يحمل الخير الذي كان في صدر هذا السيد، ويحمل القسوة على بني صهيون وعلى هذا الكيان اللقيط الذي يعني زرع من قبل أنجس أهل الأرض في الغرب، الذين لم يعرف العالم إلا مذابح من ورائهم، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا في تصفية وإبادة الشعب الهنود الحمر والاستيلاء على أرضهم، أو في أستراليا أو في أفريقيا. يعني اسأل الجزائر ماذا فعل الفرنسيون. وهناك تاريخ من الإجرام
الغربي في العالم. هذا الغرب المجرم الذي شاء أن يزرع هذا اللقيط في هذه المنطقة ليبقي سيطرته عليها، ابتلينا في هذا الكيان وبظهره الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سيد حسين، والغرب الأوروبي. سيد حسين، باستشهاد السيد حسن نصر الله، هل فقد حزب الله البوصلة؟ لا لا، لم يفقد البوصلة. قلت لك السيد حسن نصر الله روحه في كل مقاومة وفي كل قيادة، لن يفقد البوصلة ولن يتأثر، يعني قد يتأثر أن تغيب هذه الهامة الكبيرة، هذا الشموخ الإنساني، هذا يعني ما في شك أنه يغيب مع سماحة السيد الشهيد، ولكن روح هذا السيد موجود في كل مقاومة. إذا أفهم من كلامك رغم غياب القائد لكن هنالك هجمات مستمرة بالصواريخ على المستوطنات. نعم نعم، القيادات موجودة والاستراتيجية موجودة والتكتيك رهن الساعة، يعني هناك مقاومة شرسة تتصدى للإسرائيليين اليوم بشكل كثيف، يعني رغم أنه نحن ندفع دم الآن في بيروت، في الضاحية الجنوبية، في الجنوب، في البقاع، في الجبل أحيانا، ولكن العمل المقاوم مستمر على نفس الوتيرة، لا بل بتصاعد. إسرائيل بدأت الإجرام من نقطة 100%، يعني أعلى قمة العمل. نحن بدأنا من 10% ونطلع صعودا، وسنشهد، سيأتي اليوم الذي نشهد بنك الأهداف بإسرائيل كبير جدا ومؤذي جدا لإسرائيل، وستندم إسرائيل على أن توسع هذه الحرب بالشكل الذي وصلت إليه. هي تريد أن توسع الحرب، وتعلم أن يعني ورطتها في لبنان مختلفة، ولكنها تريد بهذه التوسعة أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب على إيران. ليس الهدف لبنان، لأنه في لبنان لن تستطيع أن تحقق هدف. تريد حرب أمريكية على إيران، عندها يغيب السند عن المقاومة، عن فصائل المقاومة في العالم العربي والإسلامي. سيد حسين، اسمح لي أن أستثمر فرصة وجودك سيد حسين سلام، يعني بخصوص استهداف المناطق التي لا تعبر عن بيئة حزب الله في لبنان، يعني ماذا يستهدفها الكيان الصهيوني؟ بغية ماذا؟ يعني يروحهم، يخوفهم، يعمل زعزعة في المجتمع؟ يريد تحريض البيئات الأخرى على بيئة المقاومة. نحن الآن الجنوب نازحون، الضاحية نازحة، شعب الضاحية، تعرف أنت الضاحية فيها بين 750 ألف ومليون نسمة، نزحت الضاحية، نزح أهل الضاحية، إلى أين يذهبون؟ سينتشرون في المناطق الأخرى، في الجبل، في بيروت، في الشمال، حيث نجد رحابة صدر رهيبة من كل الناس، في الجبل الدرزي، في الشمال السني، في المناطق الجبل المسيحي، هناك رحابة صدر واستضافة. تريد إسرائيل تأليب هذه البيئات ضد حزب الله، أنه نحن نقصف من إسرائيل بسبب وجود النازحين. هذا ما تسعى إليه إسرائيل. إسرائيل شر مطلق، إسرائيل شيطان متآمر يحيك الحيل والمؤامرات ويفتعل المشاكل بين الشعوب، يعني بين الفئات، فهو يحرض في لبنان، يحرض فئة على فئة، وبعض القلة تستجيب لتحريضه، إما طمعا بمال أو طمعا بمنصب أو رضاء لشيء ذاتي. يعني نحن هذه الاعتداءات التي نراها حصلت في كسروان وجبيل وفي الشوف
وفي الجبل في حمدون، هذه اعتداءات وظيفتها تحريض أهل هذه المناطق على لجوء أو نزوح الجنوبيين والبقاعيين وأهل الضاحية. طيب، في رسالة المرشد الأعلى سيد علي الخامنئي كانت فيها يعني أكثر من دلالة، كيف قرأتم هذه الرسالة؟ قرأتها للرسالة، وفي الحقيقة هذا المرجع الشامخ العالي المقام والهمة، هذا الرجل الشغوف والشفاف، لقد أعطى سماحة سيد حسن نصر الله حقه، و يعني كان، وقفت لي شعر راسي والله، لقد كان خطابا رائعا وبيانا من أروع ما قرأت. يعني نشكر سماحة المرجع الأعلى، وهو يعلم من هو سماحة سيد حسن نصر الله، ويعلم مقامه بين اللبنانيين وبين المسلمين والشيعة والعفو والعرب، وبين المسلمين والعرب، حتى خصومه من العرب يحترمونه ويعرفون من هو. هناك أناس يعني يفقدون الأخلاق، يتحدثون بشكل يعني أولاد شوارع، ولكن في الحقيقة موجود في ضمائر الناس. وهو أكيد يعني السماحة المرجع السيستاني حكى ما في نفسه، حكى حقيقة ما في نفسه، وقدم حقيقة معرفته المباشرة وغير المباشرة بالشهيد الراحل سماحة السيد حسن نصر الله. كانت رسالة كبيرة جدا ورائعة ومعبرة وبمستوى الموقف. طيب سيد حسين، اسمح لي أنتقل لبغداد، ضيفي هنا في الاستوديو سيد علي. سيد علي، لحد الآن الموقف الأمريكي ضبابي في ردود الأفعال، بيت الأبيض، الخارجية الأمريكية، والسبب يعني احنا تعلمنا من أمريكا أنه أكو الازدواجية، ومرة يعني تصدر قرارات أنها غير تتوافق ولا تتوافق مع نتنياهو ومع الاجتياح في غزة ومع ضربة لبنان، ومرة أخرى هي تسند بالجانب الآخر، تسند الكيان الصهيوني الغاصب بأسلحة بمدادات. وهنالك اتفاق في التصريحات ومسرحية التصريحات بالطبع. وتبادل الأدوار، أنت تقول أحسنت. تفعل كذلك، أنا أحسنت. أقول كذلك أحسنت. بالضبط، هي مجرد حقيقة تمثيلية ولعبة. لكن أنا أعتقد حتى المواطن البسيط اليوم من الشعوب الحرة حصرا بين قوسين هو اليوم ناضج ويعني واعي بما تتصرفه أمريكا. لكن العتب الكبير على حقيقة الأنظمة التي ترتمي بأحضان الكيان الصهيوني الغاصب، الدول المطبعة، ويعني اليوم إذا السعودية يعني كانت دولة مطبعة فما بالك، يعني المشهد جدا مأساوي حقيقة. لذلك تعودنا على الازدواجية الأمريكية، وحتى يعني ما تقوم به يعني نتنياهو من تصريحات ومن ضربات، يعني كنا نعلم أنه إذا راد إنسان يأمن على نفسه في وقت المعركة يذهب إلى الجامع، يذهب إلى الجامع ويقصف الجامع، يذهب إلى المستشفى ليؤمن نفسه وتقصف المستشفى، يذهب إلى الكنيسة وتقصف الكنيسة. يعني أبشع حقيقة، مورست أبشع أنواع يعني الدمار والنيل من المواطن العزل، المواطنين العزل، المدنيين، النساء، أطفال، يعني حقيقة لم يشهدها التاريخ الحديث إلى الآن. بخصوص المواقف العربية، نتحدث عن جامعة الدول العربية أيضا ليس لها موقف بالطبع. والكثير من الجهات والمنظمات التي تتحدث دائما وتصدع رؤوسنا بحقوق الإنسان، نعم، ليس لها أي موقف حقيقي. يعني أنا أعتقد يعني من خلال قناتكم أكو تحرك اليوم، يعني بسيط إن شاء الله التحرك يكمل، أنه تطالب الجامعة العربية بأن تحل نفسها بنفسها بسبب عدم فائدتها. يعني إحنا هسه حتى العقود الماضية هي سوت الجامعة العربية، غير أنها تشجب وتدين. وأما موضوع معركة طوفان الأقصى اللي إحنا راح نوصل إلى عام كامل الجامعة العربية عبارة عن ميتة، يعني ميتة سريريا ولا حراك لها، يعني حالة حال الدول المطبعة الجامعة العربية. ومن يمثل الجامعة العربية غير مصر التي تقود الجامعة العربية منذ سنوات طويلة. لذلك يعني أكو بعض المؤسسات اللي تسمى رسمية هي لا نعول عليها،
كحالها حال مجلس الأمن اللي أصبح لعبة حقيقة بيد الـ يعني الأمريكي. مجلس الأمن لعبة يعني، حيثما تريد أمريكا أن تحرك مجلس الأمن تحركه وبالقرارات التي تريدها. أما إذا كانت هنالك قرارات، لاحظ روسيا تريد أن تصدر قرار، الصين تريد أن تصدر قرار، أمريكا بسهولة تفند القرار الروسي، قرار من أي جهة، لأنه قرار غير في مصلحة أمريكا، تستخدم الفيتو وتبند القرار. هذا ما تفعله أمريكا اليوم حقيقة. أكو استهتار من قبل نتنياهو، لأن ماكو أحد يواجه حقيقة. إذا كانت قبل قليل، إذا كانت المحاكم الدولية، إذا كانت الأمم المتحدة، ما حد يوقف نتنياهو بتصرفاته. وأمريكا التي تتبجح بالديمقراطية ومن على العلن هي مع الشعوب المظلومة، وتلاحظ أنت تسند وتدعم الكيان الصهيوني الغاصب في قتل النساء والأطفال. إذن أفهم من كلامك أنه بعد ما حصل، نعم، واستشهد السيد حسن نصر الله، هل سيكون هنالك اجتياحا بريا؟ حسب الاجتماع اللي قبل يومين، كان هنالك اجتماع لنتنياهو بقيادة الأركان الإسرائيلية، اكو تحت القيادة الأركان الإسرائيلية سموها بالحفرة حتى ما توصلهم نيران يعني المقاومة. كان هناك اجتماع وكان هنالك يعني تركيز على نقطة معينة، هي موضوع الاجتياح قبل استشهاد السيد حسن نصر الله، انه من ضمن النقاط التي محتمل ان تكون هي موضوع الاجتياح، يعني اجتياح لبنان. لكن انا اعتقد الاجتياح سيكرر فشله، باعتبار ان هنالك مثال واضح وحي قبل اشهر، هي 7 اكتوبر والاجتياح الى غزه، ماذا كانت نتائجه ومعطياته؟ كانت نتائجه ومعطياته واضحه، انهزام واضح لاسرائيل. كانت يعني المقاومه تخرج من تحت الارض لترمي وتصوب يعني باعداد بشريه هائله سقطت قتلى، وبمعدات ايضا استنزاف واضح. لذلك انا اعتقد الاجتياح اللبناني سيكون فاشلا ايضا. طيب، هل تعتقد ان ابناء المقاومه في حزب الله يعني بعد هذه الصدمه استوعبوها بشكل جيد، والان هم يخططون لمعارك ضاريه اخرى؟ نعم، ما حصل حقيقه، حتى ما حصل في ضربه الضفه الغربيه واستشهاد السيد حسن نصر الله رحمه الله، حقيقه استخدمت قنابل ثقيله كاسحه للسواتر تسمى، وهذه حقيقه حسب ما استفهمنا من المختصون انها محظوره دوليا. ايضا اعود الى كلام حضرتك، يعني ابناء المقاومه حقيقه هنالك خط سير واضح للمقاومه، وهنالك قيادات ايضا موجوده رغم استشهاد السيد حسن نصر الله رحمه الله، لكن هذه القيادات موجوده، هي بتمسك بزمام الامور، اضافه الى التوجيهات التي تصدر للغرفه المركزيه الواحده، واللي هي سبب يعني مقاومه الى الان، وسبب اندحار يعني البري وحرب الشوارع للكيان الصهيوني الغاصب، هي سببها الغرفه، غرفه العمليات الواحده، واللي اكيد تقودها الجمهوريه الاسلاميه في ايران. هذه الغرفه هي من تعطي الاوامر بالتحرك، بضرب المسيرات، بضرب الصواريخ، والى الان اثبتت حقيقه النجاح. اضافه لذلك حقيقه احنا عندنا سيناريوهات ومستحدثات جديده في الحرب. احنا عندنا وحده الساحات، بعدها اذا تذكر حضرتك جتي رعب المخيمات، هناك الكثير حقيقه من السيناريوهات التي تحتفظ بها يعني يحتفظ بها ابناء المقاومه، واللي نلاحظها لها اثار كبيره على العدو الصهيوني الغاصب. لكن الكيان الصهيوني يضغط بمساله، كما تفضل ضيفكم الكريم، يضغط بمساله ضرب المدنيين، وان يجعل خلخله وانقسام ما بين الشعب اللبناني وما بين المقاومه. لكن ثبت العكس، يعني اكو امثله بسيطه، هنالك لبنانيه فقدت عائلتها كلها وتهتف باسم السيد حسن نصر الله، هنالك لبناني فقد عائلته كلها يقول نحن مع المقاومه. فاكو حقيقه انقلبت يعني المساله والمعادله، هنالك بالعكس التفاف شعبي جماهيري لبناني على ابناء المقاومه. ما هو دور جبهات الاسناد اليوم؟ من تقصد بجبهات الاسناد؟ كل الجهات التي تدعي بانها وتتشرف بانها من ابناء المقاومه. نعم، يعني موقفها واضح. احنا اذا نقول يعني كحكومات مثل ما نجيبها الحكومه العراقيه، موقفها الدبلوماسي واضح. يوم قبل يومين حتى كان خطاب السيد السوداني كان واضحا وكان شجاعا، وامام الملأ وامام المطبعين وامام الوفد الاسرائيلي كان يتحدث بنبره شجاعه وينال من الجهه الاسرائيليه.
ايضا تعرف حضرتك يعني الجمهوريه الاسلاميه في ايران واحتضانها للمقاومه، وهذا الاحتضان اللي منذ فكر السيد الخميني قدس الله سره والى الان على مدى 40 سنه تدعم المقاومه الجمهوريه الاسلاميه في ايران بكل اشكال الدعم المفتوح حقيقه، اذا كان عسكريا، اذا كان معنويا، اذا كان اسناد يعني جوي بري بكل الانواع. لكن حقيقه يكون هناك خلاف ما بين يعني الحكومه الفلسطينيه كما تعلم خلاف مع المقاومه، هذا المقاومه عبرته وهي تعمل بوحدها وبجهود يعني خاصه بالمقاومه بعيدا عن الحكومات. طيب كيف قراتم موقف العراق شعبا وحكومته؟ اليوم العراق حقيقه كل يعني غاضب، واعتقد التظاهرات موجوده اليوم في اكثر موقع بالعراق منذ سماع يعني خبر فاجعه استشهاد السيد حسن نصر الله. خرجت يعني الجماهير العراقيه، اتكلم لك على جماهير، ما نتكلم على الحكومه، فحكومه حقيقه رفعت التعزيه اول احداث 3 ايام في العراق ككل. ايضا عندما اشوف يعني المثقفين مستمره بارسال المساعدات، ارسال المساعدات حقيقه، ايضا موقف السيد السوداني وبيانه الواضح الجهاد الاغاثي كان واضحا يعني لبت الدعوه. واليوم السيد السوداني ايضا قبل قليل انه اي عائله اي شخص يعني لبناني من اهلنا في لبنان يريد ياتي للعراق ستكون هناك تسهيلات بدخول العراق، لا تكون هناك عرقله، ستكون هناك كل التسهيلات، حتى العتبات كان لها دور، العتبات، وكان هناك توجيه للمواكب ايضا، فتحت المواكب من جديد كلها من اجل يعني اخواننا في لبنان، واعتقد العراق مشهوده له بهذا الامر. الحج الشعبي ايضا كانت له فزع عراقيه بالطبع. احنا هذا الموضوع لا يسبب حساسيه لدى الجانب المعادي عندما يرى بان الحشد ينقل مواد اغاثيه وطبيه وغذائيه، واللي يسبب ما يسبب يعني هي اصبحت المعركه مكشوفه الان، يعني اذا تحرك الحشد او اذا تحركت القوات يعني اي قوه من وزاره الدفاع او وزاره الداخليه او الحكومه او الشعب هي كلها متكاتفه ومسانده لموضوع يعني حزب الله. وجاءت امتثالا لبيان المرجعيه بالطبع. تعرف انت يعني مكانه المرجعيه بين يعني الشعب العراقي لها مكانة خاصة وكبيرة ومتعمقة، لذلك يعني المصير واحد يعتبره الشعب العراقي، وهذه التوجهات نابعة من القلب حقيقة. طبعا احنا مستمرين معكم مشاهدين الكرام. وزير الصحة اللبناني يقول أكثر من 1640 شهيد و 8408 مصابين الحصيلة الإجمالية منذ بدء الأحداث في 8 أكتوبر الماضي. حقيقة يعني هناك الكثير من التساؤلات حول مواقف المجتمع الدولي وهذه الدول التي تصدع رؤوسنا دائما بأنها تقف مع حقوق الإنسان والإنسان. ما يحصل في غزة ويحصل في لبنان وهذا الصمت الدولي الكبير، هذا نفاق كبير بالطبع. كيف تراه من وجهة نظرك؟ هي لا ترى يعني الدول، إذا الناتو، إذا الدول الحليفة لأمريكا، تعرف حضرتك ألمانيا المقربة، فرنسا، يعني تغض النظر عن ما يحصل في غزة وما يحصل في لبنان، يعني كأنه لم يحدث أي شيء. وحقيقة يعني هذه يعني المشكلة التي يعانيها العالم ككل اليوم. أمريكا تريد أن تبتلع حقيقة العالم يعني بقوة أو بغير قوة. قبل فترة بسيطة نلاحظ مثال بسيط، الموقف الصيني كان موقفا شجاعا عندما يعني أشار إلى أن سيكون التعامل باليوان الصيني فقط وأن يبتعد الدولار عن التعاملات والتداخلات التجارية. عندما هددت مصلحة أمريكا لاحظ أنه جو بايدن ذهب بوفد رفيع المستوى إلى الصين ليتباحث معهم على مشكلة أنه لن يتعاملوا بالدولار. حقيقة أنه نرى مشاهد عربية من قبل بعض الدول العربية مثل هذه المشاهد الصينية لكان العرب بخير، لكن المشكلة حقيقة العرب وتخاذلهم وخنوعهم هو من يشجع أمريكا على أن تتلاعب بكل العالم. العرب المطبعين أنا أقصد والدعم الأمريكي. والدعم الأمريكي نعم، عند السيسي كيف تم شراؤه؟ السيسي مطلوب ومديون يعني بأموال طائلة، لكن تعهد له نتنياهو وجو بايدن بأن هذه الأموال ستدفع، لكن عليك أن تقف مع الكيان الصهيوني ضد القضية الفلسطينية. بسؤال أخير لو سمحت. نعم. الآن إيران أمام تحدي كبير بالطبع، فما هي الخيارات المتاحة؟ إيران كاستراتيجية دولة
عظيمة تعتبر، وبهذه الإمكانات وهذه التطور من الترسانة العسكرية. يعني قبل أيام صدر يعني تصريح أنه هناك طائرة حربية أنجزت ب 75%. لذلك إيران لا تفكر كما يفكر بعض المواطنين من لديهم عاطفة جياش أنه إيران يجب أن تضرب بسرعة. لا، إيران لها استراتيجية خاصة. إيران تتعامل غير ما يتعامل به يعني المواطن البسيط. أنا أعتقد إيران هي ستضرب لكن ليس الآن. الآن يعني كان سون غاز بتعرف حضرتك يريد جر الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا لن يحدث. أستاذ حسين، إذا كنت تسمعني بدقيقة واحدة لو سمحت، الآن كيف تقرأ المشهد في لبنان؟ يعني قرأت المشهد في لبنان بسيطة، في حرب وفي مقاومة ندا لند وجه إسرائيل، تنتظر أن يتجرأ الإسرائيلي ويتقدم في البر ليلقى الدرس الذي يحتاجه. يعطيك العافية. أنا أشكرك جدا. كان معنا الأستاذ حسين سلامي المحلل السياسي من بيروت، وكذلك كل الشكر والتقدير للأستاذ علي السباهي الكاتب والمحلل السياسي. وأنتم مشاهدين الكرام تذرونا في تغطيات أخرى في أمان الله.